فخال خدها وراحت باخطر هجمه لاسبانيا في الجيم في الشوط الثاني كانت لمراتا، بعدها لطف الهدف بقى زي ما شرح كابتن طارق على طول اللعب كله توجه الناحيه دي عند المانيا وقدر منتخب اسبانيا ان هو يسجل. ديشام مع فرنسا. بص ديشام راجل ليه هويه لازم نحترمها، هو راجل دفاعي بقالكم سنه حالا تقريبا 10 تقريبا او اكتر كاس العالم. لا طبعا. هو لا بقالكم سنه مدرب لا مع فرنسا من 2018 لا يورو 16 كمان بقاله فتره طويله. هو راجل ليه هويه وليه مدرسه، هو بيعمل هو عامل كاونتر اتاكينج تيم الفريق بتاعه بتاع منتخب فرنسا، فريق تحولات وهجمات مرتده، ما بيحبش اللي هو يستحوذ على الكوره، هي مش هويته مش مدرسته مش فلسفته خالص. حتى لما اخذ كاس العالم 2018 كان بيلعب بنفس الفلسفه او بنفس المنهج، والحقيقه هو بينجح يعني هو فعلا بينجح، لان هم فرقه برضو فرنسا زي انجلترا وزي ما شرح عمرو من شويه اللي هم فرقه لحظات، فرقه بتعرف تكسب يعني احنا بنقول عليها فرقه بتعرف ازاي تكسب الماتشات بتاعتها، وجودهم في المكان ده بسبب كده. زي ما بنقول دايما في الاتحاد انصاف الفرص او يعني من فرص القليله قوي يعرف يهدف بالظبط، بيعرفوا ازاي يكسبوا، ودي حاجه يحترموا عليها. ما بيقدموش احسن كوره وما بيلعبوش كوره جوه. انا رايك كابتن لطيف الله يرحمه في الاخر وبس هم بيعرفوا يكسبوا. انا بشوف الحقيقه ان هم عندهم ماتش مش سهل قصاد اسبانيا، لان اسبانيا فرقه دايما عايزه الاستحواذ وعايزه السيطره، ولكن اسبانيا انا بشوف ان الماتش ده هيكون صعب جدا على اسبانيا، لان هم هيقابلوا نقيد يعني بالظبط خصم بيلعب باسلوب عكس خالص الاسلوب اللي تلعبه اسبانيا. يعني مثلا لما اسبانيا تلعب المانيا فاوكي انت الكره هتشوفها هنا شويه وهتشوفها هنا شويه. قول لي الفرق بين يمين لامال وامبابي. هقول لك الفرق بس انا عايز اكمل لك الحته دي عشان هي دي الحته اللي فيها يعتبر الكور بتاع الجيم. اللي انت بتتكلم فيه ان في ماتش اسبانيا والمانيا مثلا او في ماتش اسبانيا وايطاليا، ايطاليا كانت زي ما قال لك عمرو في الاول ان سباليتي كان كل تصريحاته اللي انت عايز تلعب جيم زي الجيم بتاع اسبانيا، فقرر اللي هو يخش يلعب صدهم ند بند ونفس الاسلوب، عايز يجرين في الريتم وفي الاسلوب والاستحواذ وكل حاجه، فخسر الجيم تماما. المانيا لما حبت تعمل نفس النظام خسرت برضو الجيم تماما قدام اسبانيا، لان اللعيبه دي متعلمه من هم في الناشئين اللي انت لازم هتنزل الماتش يبقى معاك الاستحواذ. طيب. طول الصوره دي مع مين فيكم طول الوقت. لا دي اللقطه اللي كنت بتكلم فيها عن فكره ان دايما بدري لاعب حر، يعني بص كده ده منتخب ايطاليا وهو بيضغط على 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 اسبانيا، هتلاقي الفارو موراتا ورا مثبت قلبين الدفاع، فبدري اصبح هو اللعيب الحر. هنا بقى مهمه لعيبه منتخب اسبانيا واللي بيتعلموه في التدريبات، وبالمناسبه كان تشافي هرنانديز طلع في قبل كده لقاء اتكلم عن ان هو ده اللي احنا بنعمله في التدريبات، بندور على فكره اللعيب الحر بس. فاللي بيحصل بقى ان هم المختلف اللي هم هيقابلوه في ماتش فرنسا اللي هم بيلعبوا اصلا منتخب، هو مش عايز الكوره، هو عايز يسيب لك الكوره طول الوقت وانا هلعب تحت الكوره واستنى لما انت تجيلي في ملعبي. فرنسا بيلعبوا مؤخرا تحولوا ل 4 4 2 دايموند، نص ملعب فيه دايما اربع لعيبه تشاوميني وكانتي كامافينجا الماتش الاخير مع جريزمان، دول الاربع لعيبه اللي في نص الملعب، وامبابي مع المهاجم الثاني اللي بيتغير دايما في الناحيه دي. الميزه اللي بيعملوها فرنسا في الشكل ده اللي هم دايما امبابي والمهاجم الثاني اللي موجود معاه اسمه ماركوس تورام او ديمبلي او اي كان الاسم يعني اللي موجود، دايما الناس دي بتكون موجوده في اماكن قريبه من الفلانكس بتاعت الملعب من اجناب الملعب، وقت خسارتهم للكوره هيقدروا اللي هم يتحولوا بسرعه على الناس دي في اجناب الملعب، واجناب الملعب هي الحاجه اللي ممكن تعمل مشكله لاسبانيا. اسبانيا وهي بتهاجم وهي بتلعب على الكره مع الاستحواذ دايما الجناحين فاتحين عرض الملعب، الاثنين التمانينات زقين في لاف سبيس بين الخطوط واظهره الجنب ضمين لجوه شويه، ولا هم على الخط ولا هم في قلب الملعب، هم موسطين المسافه بين رودري وما بين الاجنحه بتاعتهم علشان يعملوا سبورت للناس اللي موجوده هنا، وعلشان يقدروا اللي هم يعملوا كاونتر بريسنج ويرجعوا الكره بسرعه، وعلشان الريست ديفنس بتاعهم، ودايما السنتر باكات دايما زقين ورا الناس كلها، فبيكون اجناب الملعب فيها مساحات كبيره جدا فاضيه يقدروا الخصوم اللي هم يعملوا هجمات مرتده فيهم. اسبانيا لو اتضربت في لقطات لويليامز ويامال اسبانيا لو اتضربت في لحظه اللي هي مع الاستحواذ وهي معلقه في الثالث الاخير ده هيعمل لها مشاكل كتيره جدا، لو ما قدرتش تعمل كاونتر بريسنج وترجع الكره بسرعه في ان هي تدافع عن المساحات اللي موجوده في الجنب، ولما يكون موجود امبابي مع ترام مثلا في الحته دي هيعمل له مشاكل كتيره جدا لاسبانيا. يامال وامبابي لا يعني هما لعيبه ممكن تكون بروفايلز مختلفه، هما مش نفس اللعيب. امبابي اكتر لعيب هو يعتبر انسايد وينجر اكتر من يامال بالاداء والمستوى اللي احنا دايما متوقعينه منه.
ما ظهرش بالاداء كويس البطوله دي، ما ظهرش مع طول السنه مع باريس برضه، وكان ليه اسباب يعني. مركز مع الريال، مع باريس قال انا هو قال لك انا رئيس النادي قال لي مش هتلعب تاني، فلويس انريك هو اللي رجعني لارض الملعب، فانا نفسيتي ما كانتش مستقره. ومع المنتخب حصلت له الاصابه اللي في اول البطوله، ويقال انها لسه مأثره عليه. طيب ما قلتليش مين اسبانيا وفرنسا في توقعات برضو يعني؟ برضو لو بص، هو الطبيعي بالنسبه للكوره ان اسبانيا تكسب، بس انا شايف لا، فرنسا ممكن تاذيهم. هو